يتجدد اللقاء بكم أحبتي متابعي فضائية الأيام في برنامجنا أيام المونديال. في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، إيران تستعيد بريقها وذاتها بعرض كروي بحجم المنافسة وتفوز بهدفين على ويلز في المجموعة بي، فيما لا يزال العمان سام وتوم إنجلترا وأمريكا متعادلان في المجموعة ذاتها حتى دخول الاستوديو. وفي المجموعة أي قطر تخسر بثلاثة أهداف لواحد أمام السنغال وتودع المونديال قبل الجميع، فيما تعادلت هولندا مع الأكوادور لينحسر التنافس على المركز الثاني بين السنغال والأكوادور. أهلا بكم أحبتي متابعي فضائية الأيام. الأهداف لأنها الأجمل، دوما يصر المعدان على أن نبدأ بها حلقة اليوم. تابعنا هذه الأهداف، ولكن خروج قطر ربما شكل فارقة. يعني أنا استعادية المونديالات السابقة، المستضيف يودع مبكرا قبل أن ينهي مبارياته، في أول مباريتين يتحمل 5 أهداف، وتنتظره هولندا التي لا نقول متعثرة ولكن وضعها أيضا ليس مستقرا. دعونا، يعني أنا يمكن قطر تأثر منتخب، يمكن قطر انشغلت بالتنظيم وبالتجمع العالمي أكثر من انشغالها في منتخبها. لنتابع التقرير التالي ونعود. أرحب معي مجددا بمحلل أيام المونديال الأستاذ خلف حسن كريم. أهلا بك مجددا كابتن خلف. حياك الله أبو علي، تحياتي لك وإلى إن شاء الله جمهورنا العريض اللي يتابع أيام المونديال من الأيام. وإحنا ندخل هذا اليوم اللي يمكن اليوم إحنا عشنا حالة فرح بين الابتسامة على وجهك. إن شاء الله الابتسامة لجميع المنتخبات، ولكن أنا يعني أصابني شيء من الإحباط بخروج المنتخب القطري الشقيق. خلف، خليني أرجع يعني لما سبقتك به. الأهداف، في هدف من مباريات أمس ظل بذهنك؟ الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي، يعني قد يكون هو الأروع. يعني إيش تحبون البهلوانيات؟ مو بهلوانيات هذا، مرات أنت هدف مو أي واحد يسويه. يعني أحيانا إحنا من نتكلم على كريستيانو رونالدو، من ارتفع في أعلى نقطة ويجيب هدف برأسه، قلنا هذا حالة من الإبداع. ما تقدر تقول عليهم إبداع. أو مثلا من خارج الجزاء يسوي مقصية ويدبه بالمثلث. اليوم هذا في وسط الزحمة وهدف من أروع ما يمكن. وإحنا راح أقول لك شغلة واحدة، إحنا دائما إحنا شو نحب؟ يعني بالاستعراض؟ لا مو الاستعراض، ما نحب الرسم. لا والله راح أقول لك شيء واحد اليوم، خلي إحنا والأخوة اللي موجودين هنا المصورين خلينا ننحت لنا غلاس، كل واحد ينحت بشكل، واحد يطلع مجعمر، واحد يطلع مكسر، واحد يطلع، بس اكو واحد من عندنا يطلع من احلى ما يمكن. المهاره السكيل يقولوا عليها بالانجليزي، هي اللي تعني كل شيء. ولهذا دول جماعه التانجو هم امريكا الجنوبيه اساسا هم فنانين بيش بالابداع الكروي، لانه هم مهاره. زين، نروح للتقرير. يلا نروح للتقرير. يعني اكو فد، يعني فد مشاهدات او رصد دقيق وعلمي في التقرير، ولكن هل تجد في هذا الضغط على الاستضافه او على قطر انعكاسات لما ظهر من مستوى متراجع المنتخب القطري؟ يمكن انا وياك تناقشنا قبل ما ندخل بالبرنامج. انا باعتقادي لو انت سالني هذا السؤال قبل، انه المنتخب القطري بلاعبي هؤلاء والبطولة على أرضه وصارف 220 مليون وأريد على الأقل أنتقل للدور الثاني ضمن مجموعة كان يصورها هي المجموعة الأسهل، أنا باعتقادي وراح أقول لك والأخوة القطريين إن شاء الله ما يزعلون علينا وهذا رأينا، أنا أقول بهؤلاء اللاعبين لا يمكن أن تروحون أبعد مما اللي أنتوا حققتوه، وإن كانوا اليوم يمكن بالشوط الثاني كانوا جيدين جدا، يعني وصلوا للمرمى عكس المباراة الأولى مع الإكوادور. بالنتيجة مو هذا الفريق اللي انت مجنس كثير من ذا اللاعبين وعاتم من فترة طويلة، خلاص انت خذت شباب بآسيا وخذت آسيا، اكو مرحلة ذولا توقفوا. يعني يمكن انت كان عندك خورخي ابو علام قد يكون هو افضل لاعب بالفريق، اليوم هو اسوأ واحد بالفريق واللي سبب لك بتسجيل الاهداف. نعم، اذا انا اقول لا، مو ذول اللاعبين
المفروض الاتحاد القطري يعتمد عليهم في بطولات كأس العالم. نعم كابتن خلف، يعني في ضوء يعني المباراتين خسرها المنتخب القطري وودع مبكرا وتسجيل، يعني يعني انا استذكر يعني المنتخبات التي تستضيف كأس العالم غالبا يعني صرعتها فد تواصل بالبطولة، وداع مبكر غريب قبل ان ينهي المباراة الأخيرة، انتهت آماله، الآخرين اعلى من عنده نقاط، صرف كذا، هل سيكون يعني ردود فعل للشارع الكروي القطري ومجمل المجتمع القطري سلبا على البطولة؟ انا يعني هسه واحد يقول خلي تفرغون للتنظيم، التنظيم نجاح من قطع النظير، يعني لا يعني ما حد يغبن الا مجحف اللي يغبن يعني التنظيم، ولكن هاي هل سيكون لذلك انعكاسات على الشارع القطري اجمالا وليس الكروي؟ انا اقول شغله واحده، يعني الاخوه في قطر قدموا كل شيء جميل في هذه البطوله من الناحيه التنظيميه. اليوم في مباراه اليوم بالدقيقه 33 ضربه جزاء واضحه علما للفريق القطري، نجيها بعدين ما يخالف خلينا نتكلم عليه. يعني احيانا ما عندنا مباراه مجنونه، يعني احنا في مباراه الافتتاح او البلد المنظم عادة كنا نشاهد في كل البطولات الحكام يميلون إلى جانب البلد المنظم، اليوم ضربة جزاء واضحة. القطريين ات هذا الحد ديراون للعالم احنا من الرقي، وراح نرجع على الباحة تكلمنا على مسألة واحد من الأخوة قال عيب تقولون مثلين، قولوا الشواذ الجنسي. نعم اوكي، اليوم قطر ما يخالف احنا خسرنا هاي المباراة، قطر صاحبة أفكار. يعني اليوم إحنا خيبة أمل إن في هذه البطولة طلعنا مبكر ولا حصلنا ولا على نقطة، لأن مباراة هولندا صعبة. رح نرجع لهم بعد. نرجع لهم كيف؟ نعم. ولا أسف على المقاطعة، خليني يعني أتحدث عن المباراة أنا وصفتها بالمجنونة. ايه. هدفان يعني في 96 يمكن 98. ايه. بالوقت بدل الضائع. إيران 2 ويلز 0. تفضل. طبعا مباراة اليوم سجلت بها ملاحظات جدا، اكو خطرات يعني كثيره. يمكن احنا عندنا كليبات اثنين، كليب الاول الشوط الاول وكليب الثاني الشوط الثاني، ما ادري انت ايش اشتغلت تومازن انت وعلاء احمد انا وعلي، وعندنا كليب الثالث اللي بيه الاهداف بدقيقه 96 98. لكن اذا تكلمنا على المباراه هذه، المباراه الشوط الاول تقول تقريبا بحاله من التكافؤ، هاي حاله التكافؤ، هجمه هنا وهجمه، فرصة هنا وفرصة هنا، لم يسجل. جينا للشوط الثاني، مخابرتك انا قلت لحسين يمكن هاي مباراة الهدف الواحد، اي انا اتوقع بالشوط الاول حسين اللي سجل يفوز، وانا قلت لك بهذا الموضوع هو سجل من سجلت ايران والهدف بس بيا دقيقة يجي، لا يلحقون يلحقون طبعا. هذه مجريات الشوط الاول، هذه اول فرصة، وبعدين هذا هدف ملغي، هدف حسب الحكم بالدقائق الاولى التسلل صحيح. المهم هنا فرصه لازمون سهله للتسجيل ضاعت من عنده، وهنا كره خطره انقذها حسيني. هذه مجمل احداث الشوط الاول، لانه ما بي كثير هذا الشوط. يعني هذا التصرف يعني اندفع اكثر من اللازم، هذا ممكن يكون يمكن هو لو شوف شوف لا هذا راح نرجع عليه وان شاء الله ان شاء الله علي يوقف لنا اياها. هذه الهجمه، وراح نشوف هسه الهدف اللي بحاله ملغي، هذا التسلل اندفع زايد، يا ريت شوي نقدر نوقفها، خلينا نوقف هنا هسه الان. حاله ماكو حاله تسلل، الكره راح تروح الازمان، اي استعجل اكثر من اللازم، روح مشي الكره راح هنا وقف. كان ممكن ان يتاخر، يسوي ديلي خطوه واحده الكره امامك، انت راح تسجل على العموم. انتهى الشوط الاول، انتهى بهذه النتيجه. نعم، لكن انا راح اقول لك شيء واحد، ايران ايش قد انا مشاهدتها تلعب كره قدم طيله حياتي، ما شفت ايران قدمت شوط طيله حياتي اللي انا شايفه مثل ما قدمتها بالشوط الثاني. بدليل راح اقول لك، مال امريكا هم لا، انا هذه لا، هذه مختلفه تماما، لانه الفريق اللي يوصل الى مرمى ويلز ب 12 كره، ستة من عتهن أهداف محققة، بحيث إحنا اليوم أنا والعلي قارنت أنت إسبانيا كوستاريكا إيش قد وصلوا؟ لا، ماكو فريق وصل إلى مرمى الخصم المنافس بقدر ما وصل اليوم الفريق الإيراني في على مرمى ويلز، وبالنتيجة ما قبل يسجل إلا بالوقت الضائع. يعني طبعا أحداث كثيرة صارت
صارت لا خلي نروح على الكليب الثاني. الاحداث بالشوط الثاني لا تستعجل يا خلش من استعجل اي ما يخالف الشوط هو هسه راح يحيي الزملاء. فالاحداث كانت جدا جدا كثيره يعني وحده من عتن. شوف هذه 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 كره انقذها العمود هاي مركبه هاي هجمه مركبه هسه راح نرجع عليها مره ثانيه خلينا نشوف هذه وقف هنا وقف الحاله هنا هاي هجمه تقريبا بالبدايه هم تباطؤوا كانوا 3 ضد 3 مشيها للحاله بطيء المنتخب الايراني خلف انت اشرت هذا هذه حاله طارمينا راح يسدد بس اكو ورا دقيقه مباشره نفس هاي الهجمه هنا وقف هنا تقريبا ايضا 3 ضد 3 لانه الظهير الشمال من هناك خارج لعب مشيها للحاله خلينا نشوف هذه الحاله راحوا الى الجانب علي بخش رفع كرة أو علي جول المهم هذه علي جول المهم الكرة رجعت صارت خطورة وين يمكن هاي الحالة الثانية هاي بعتها الحارس إلى ضربة جزاء واحدة من هذه النقطة نرجع شوي هنا خلينا نرجع هنا هي راح تنعاد وعندنا كلام وعندنا كلام كثير على هاي الحالة هاي الحالة أنا أقول اللي هي نقطة التحول بالنسبة لأي فريق للفريق الإيراني متأخرة هاي الحالة إذن هنا أوقف هنا خلنا نشرح الحالة وعندنا ويا الكابتن اليوم الحكم خلنا نعوف الاستطراد التحكيمي ما يخالف يعني لأنها حالة يعني أنت خليتها يعني مفصلية قلت هنا أنا انتقلت خلاص. يعني النقص العددي مثلا النقص العددي مهم جدا في كم دقيقة بمنتمرات أنا أشوف يعني لست محلل أنا أشوف اللي سووه الإيرانيين بالوقت المضاف هو استكمال لما فعلوه بالأصلي خلال الشوط الثاني أنا معاك يعني طرد الحارس بتقدير الشخصي لم يؤثر إلى الحجم إلى الحد الكبير لا هم بحسم المباراة كابتن معلي أكو فترة من الفترات الفريق الإيراني أنا كنت أنا قاعد معاك وقف هاي خلينا نسولف عليه كنا صارت تبديلات هبط الفريق الإيراني إداءة هبط بالدقائق الأخيرة أي صحيح أوكي. قلت لا أشرت. وانا قلت معقولة هاي التبديلات تغييرات غيرت من إدارة الفريق الإيراني إلى أن إجت الفرصة هذه التفوق العددي وإجا الوقت المضاف أيضا يتيح لك مو مثل قبل دقيقتين ثلاثة لا هو احنا أنا وياك قلت أنا وياك قلنا إذا يطلع 10 دقائق هم قليلة مضبوط لأنه توقفات صارت كثيرة بالمباراة إلى أن وصلنا للدقيقة 96 مع التغيير أول تغيير للفريق الإيراني بالتغيير للاعب رقم 15 جشمي أي. اللي سجل واحد من أروع الأهداف وإجا بدقيقة قاتلة جدا هو المباراة بال 96 أنت قلت لي أنا سألتني قلت لك مباراة الهدف الواحد هسه تقول لي كابتن خلف شو صارت هدفين يعني قلت لك لكن الهدف الثاني منين إجا الفريق الويلزي اندفع خلينا نشاهد الهدف الثاني خلينا نسولف اوكي اندفع الويلزي لان يعني بحثا عن التعديل صحيح او عن فرصه يعني الامل الاخير ما عنده شيء يخسر نعم وكان أوكي. هناك استرداء يعني هجمه مباغته عكسيه لكنها منظمه الى حدود وان تلعب وانت مسترخي متفوق ضامن الفوز يختلف اما يعني ان تلعب وانت مشدود هذا صحيح مو لذلك يعني يمكن يعني أنا اتفقت وياك هسه ايه؟ نقطة التحول هي طرد الحارس المرمى ونترك الطرد مستحق أم لا الحج لؤي أوكي وراح نرجع على عندنا الكليب الثاني نعم. وراح نشوف الهدفين هذه الكرة اللي لا هذه مشتركة هاي وحدة مركبة هاي ايه؟ فرصة آزمون ومن ثم حتى هنا حالة لعب كابتن باور شوف هذه الكرة هذا من أروع ما يمكن هذا اللي اندفع بالأوفسايد طبعا هذه ايش قد رقم هذا 17 هذا نفس اللي اندفع يعني شوية لو خطوة ماخذ يعني هذا هدفين راحن منه اليوم يعني هذه يمكن خلف إيران قولوا اثنين على إنجلترا وقولوا اثنين على ويلز صحيح يقولون اثنين على أمريكا أنا أقول لو شوف أكو فارق خلي الأخوة يسمعونه كل المتابعين يعني سواء هنا أو في بالبلدان المجاورة اليوم إذا تدخل للمباراة نعم ادخلها بتركيز عالي همك وضميرك واللي تفكر به أنه شلون أفوز وأفرح شعب هذا جانب في مباراة مع إنجلترا
وانتقدناهم انا وياك. نعم. اوكي؟ من اجوا ودخلوا المباراة صارت ضجة عالمية انه الايرانيين ما قروا النشيد الوطني. صح. اليوم سجلنا عتب عليهم. سجلنا عتب. اليوم مو فقط الفريق الوطني قرأ النشيد الوطني، وإنما الجماهير اللي قاعدة بالملعب ردت النشيد الوطني. إيش ده يقولوا لهم؟ وصلوا رسالة للاعبين، مطلوب منكم أن مطلوب منكم الوطن، مو مطلوب منكم إنه إحنا صامتين وسادين حلقنا. فهم علي شلون؟ ولهذا اليوم الفريق الإيراني يعني كلهم صار عندهم شد عضلي من قد ما رقضوا وأعطوا، بذلوا مجهود بدني استثناء. هذا اللي نقول عليه استثناء. ولهذا أنت عندك شيء بعد تتركه تطلع، لو تطلع انت من الملعب وكلك كبرياء، لو تطلع انت خاذل، لا انت لا خليك كبرياء. نعم. خلي راسك فوق. وبالنتيجه انا اقول قدموا شوط من اروع ما يمكن، وراح نمر على الاهداف الجميله اللي سجلت بالدقائق الاخيره للمباراه. يعني حتما هي موجوده في التأشيرات بالكليب الثالث. هاي الفرصه الوحيده تكاد تكون الوحيده للمنتخب الويلزي. هذا الطرد، هاي نعم. النقطة المفصلية اللي أشرتها أنت. هذه هل هي عنف أم هو آخر لاعب؟ حجي له أي شيء. شوف هذا الهدف. هذا الجول الثاني. ذكي هذا الجول الثاني. هذا الهدف الثاني. ذكي. باوع شوف هسه راح ينعد من زاوية ثانية. جدا. اختار الفضاء اللي بين المدافع والحارس. علي جول زاد سجل واحد من أجمل الأهداف. أي. هذا الأول. هذا الأول. اللي يفرح البشرية كلها. شو اسمه هو جشمي مدري جمشي. لو هذا لو ينعاد هذا هذا ما ماخذه علي من زاويه هذه انا خلينا نرجع ويا الاخ المخرج. هذا الهدف الثاني، خلينا نشوف الهدف الاول وبعدين الهدف الثاني. لا نرجع من البدايه، من بدت الهجمه. هذا خلينا نشوف الهدف الاول. هذا نعم الكره راح تطلع لي برا. يعني هذا بتوفيق الى حد ما. هاي يعني هذا الخطا، يعني الابعاد الخاطئ بتوفيق، والتوفيق نتيجه الضغط. صحيح. بس التسديده كانت رائعه، دقيقه ورائعه. ها هنا خلينا نوقف هنا. الان ايش قاعد 2-2؟ امشي هذول 2-2 بالصوره. اي 2-2. هسه صاروا 3-2. زاد الان المن يلعب ذاك سوى تقاطع من الخلف. اخذ المدافع الاوفرلاب من الخلف. صاروا هنا 4. شوف اللاعب الاسناد رقم 13 مشي للكره. هذا الدفاع، هذا اندفاع ويلز. يعني هذا اللي اجى من الخلف علي جول هو اللي سجل، مو اللاعب اللي بالامام. أي. القادم من الخلف هو اللي سجل. بالمناسبه كابتن خلف، يعني واضح جدا يعني نقطه فنيه اشرت الى حضرتك انه الويلزيين ورا هذا الجول. ايه. اندفعوا وصراحة. فشفت الهدف الثاني يعني صارت شوله. هذا باعه كل المساحات. شوف منو اللي سجل، مو اللي سجل علي. لا هذا اللي اجى من الخلف اللي هو علي جول، كان رائع جدا وتصرف من اروع ما لو هذا اتمنى لو شايفينه من زاويه ثانيه. من يعني اكو لا اكو فت فراغ صار بين المدافع والحارس. صحيح. هذا صحيح. ويعني غمسها من اسفل. يعني لعبه برازيلي. خلينا نقول نيمار ولعب لها. حلوه يعني هذه. المنتخب الايراني يستحق التفوق في المونديال. يعني كره اسيويه رائعه قدمها المنتخبان العربي السعودي والمنتخب الإيراني الصديق في الجوار. الحقيقة يعني الكثير يمكن مع اليابان. أي. بفوزة على ألمانيا. يعني أي ألمانيا 9-6 من ربع سيدات ألمانيا. لا أنا كنت ناوي هذا اللي بسلبسه بيوم مباراتهم. أي. ولكن عفت الأسود والأبيض. كرة القدم ليست يعني فضاء لهذا الترويج الهابط الشاذ اللي ما يتسق ويا تاريخ ألمانيا. راح نرجع له بعد. لا ما يخالف، خلينا نسولف شويه. احيانا من تريد تروج الى شيء مهم. نعم. يعني تروج للاخلاق النبيله. نعم. الى تروج الى سلعه راقيه جدا، الى حاله اجتماعيه من احلى ما يمكن، لكن تروج الى فساد اخلاقي. لا، وهذا الاصرار الالحاح. لا اله الا الله. الاصرار الالحاح الغريب. لا يعني لا الغريب. لا 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 لا. عموما يعني انا عندي تقرير بس اريد بعد اسولف على هذا انا سميته المباراه المجنونه. أي. لانه الهدفين في وقت متاخر جدا، وكانه يعني تعالوا خلى جازيكم. هذا التعب بالضيم 45 دقيقة وما تطلع فايز يعني يمكن انصفت، لانه دائما الناس انتم تسولفون. ايه. يقول ان لم تسجل يسجل في مرمى. اليوم المنتخب الايراني بالشوط الثاني
كسر هذه القاعدة، لم يسجل يعني 45 دقيقة، فرص متاحة، هدف واسع وعريض، عارضة وعمود وانفرادات، ولكن أنصف بالنهاية. يمكن التوفيق، يمكن يعني تآزر الجمهور كله لسلوك معين في بداية المباراة منح المنتخب الإيراني فرصة لولوج الدور الثاني إن شاء الله. أتمنى لهم التوفيق. لو رحنا تقريبا راح نرجع لها كثير. أيضا سلام هاشم ويانا يمكن راح نسولف إن شاء الله. يعني لدي تقرير يعني حول يعني هسه أنا سولفت على ألمان حول تجنيس اللاعبين، متى بدأ، كيف يعني الكاتب التقرير أنا شفته قبل هذه، شيء جميل أنه بدأ من جذر، من أس الآفة التي يعني أوغل فيها جوزيف سيب بلاتر. لنتابع التقرير التالي ونعود نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو الكابتن خلف حسن كريم. أهلا بكم أحبتي مجددا. خلف، أنا تدري اللي عجبني بيك شنو؟ مو فقط التحليل الكروي، أنقل لك تحيات ابني محمد معجب. الله يخليك، سلمنا عليه. الله يسلمك. الجانب الآخر أنه لديك خزين إرشيفي رائع، وكأنك يعني صحفي. سولفنا أنا وياك عن بوشكاش، إذا التجنيس درن ليس جديد. لا، هو هذا رجل بعد ما قدم الكثير للكرة الهنغارية، يعني الكرة الهنغارية بالتاريخ، وراح نسولف شوي على التاريخ، كانت سيدة كرة القدم العالمية بالـ54 حتى جاء الألمان. يعني بالـ54 من إجوا وصعدوا الكأس العالم على حساب إنجلترا بالتصفيات، كان مجموعتهم فريق إنجلترا اليوم اللي جماعة توم ربعك. نعم. ف العمسام. العمسام أمريكا. نعم. أوكي. فل لعبوا المباراة الأولى بإنجلترا، فازوا على إنجلترا في ويمبلي 6-3. فالملكة إليزابيث الراحلة قالت، كانوا على أبواب الكريسماس. نعم. وعياد رأس السنة، قالت طلبت من كل أب وأم يقدمون هدية يحطونها تحت شجرة عيد الميلاد، كل يجيبون لأولادهم كل واحد كرة، لأنه صارت عندنا عار نكسة إنه نهزم من هنغاريا على أرضنا 6-3. على امل يقدمون بوشكاش، على امل شيء يقدمون شيء اروع بالمباراه الثانيه في بودابست. نعم. راحوا لبودابست خسروا 7-1. ممتاز. بوشكاش هذا الراقي جدا. نعم. انتقل هذا الرجل وين؟ لاسبانيا، لريال مدريد. ظل عاش طيله حياته ريال مدريد، واليوم عنده جائزه وتم تجنيسه وراء، ولعب للمنتخب اسبانيا، واليوم اكو جائزه باسمه جائزه افضل هدف بالعالم، يسمونها جائزه الكابتن بوشكاش. نعم. عندهم ايضا يمكن جائزه زامورا، للحارس. صحيح. نعم. فهذا يعني بدا العالم يجنس من ذلك الوقت. اذا اس التجنيس قديم، مو جديد. يعني انا بس مو بهالكثره، كثيرا ما انتقد. يعني انا انتقد هذه الحاله، انتقدها لاعتبارات. يعني انا يعني ما عندي اقول مثلا هاي القضيه عمليه يعني تفريغ الأمم والشعوب من كفاءاته، من إبداعاته في كل مجالات الحياة، ليس فقط كرة القدم. صح. وأنت تمضي وتروح مثلا تخلي علم غير علم بلدك وكذا، هسه احنا ما علينا بالجوار، في كل العالم هاي الحالة منتشرة. وإذا هو اسمه كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، أصبح ليس للأمم، أصبح ويشبه إلى حد كبير بطولات الأندية. يعني الحالة ليست مقبولة. أنت تشوف، تحب أن تشوف منتخب ألمانيا بدون زنوج مثلا، أو تشوف المنتخب مثلا هاي كلمة الزنوج اللي تقوله راح العالم تحسبها عليك. لا غلط، اللي يحسب هذا يعني ثقافته ما يعرف. الزنوج هو عرق، مثل تقول العرق الآسيوي، العرق الأفريقي، العرق، احنا صحونا المديترينيان، احنا نشبه الإيرانيين والسوريين، نفس هذه اليوروبيان ذولا البيضان والكذا، ومثل المكسيك الخلاصيين صحونا. هاي القضيه هي من تقول زنجي بمعنى تقول اسمر، ما فيها اهانه. حتى تستخدم التسريحه نقرز، يعني اللي يريد يفهمه غير فهم، خلي هذا هو، هذا هاي حدود فهمه تفكيره. اي عموما التجنيس بمجمله اصبح غير مقبول. هسه تلاحظ ايران بابناء البلد ماذا قدموا، السعوديون، اليابان بماذا، والاخرون الذين جنسوا وانفقوا الاموال
كان وداعهم حزين، يؤلم حتى المناوئين، يؤلم حتى مثلا من كان يعني ينتقد. ابو علي، ابو علي، انا اروح اوديك لمكان اخر. انا معاك في هذا. توديني وين؟ للسنغال وقطر؟ لا لا لا، اكو دول هي ما عندها شعوب، فش تجيب؟ تجيب الناس من برا، يعني مثلا استراليا، كندا، تشتري الهوادي، حتى امريكا، يلا تعالوا الكفاءات خلي يجون، يعني اوفركم كل شيء. فاجت هاي الناس. انا نهائي كاس العالم 98 انا شاهدتها بامريكا، شاشه كبيره وبار والعالم كله قاعده تتفرج على المباراه. انتهت المباراه لصالح الفريق الفرنسي. الامريكان انا كنت اصورهم راح يعني يتالمون، لانه كل العالم تحب البرازيل. انا شفت الامريكان كانوا يشجعون الفريق الفرنسي، فانا سالت هذا السؤال، يعني معقولة أنتم تشجعون فرنسا وما تحبون البرازيليين، في حين يسمونهم جماعة أمريكا الجنوبية موجودين بكثرة وين؟ بأمريكا، لأنه جنوب أمريكا تتكلم اللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية. نعم، المكسيك. أي يعني نعم، كل هاي المكسيكو، نعم، ميامي، ليفربول، يسمونه فلوريدا. فإيش كانت الإجابة؟ الإجابة قالوا لا، إحنا مو لهذا السبب، وإنما فرنسا عبارة عن خليط، يعني تورام وديساي وزين الدين زيدان وفلان وفلان، يعني ما يعني يعني ما يحبون رصانة الجذور، أبناء البلد، يعني يحبون الخلطة، يحبون الخبطة. واحد سؤالي بدي سالفة، خلي والله منطق، اسمعني، خلي سؤالي لك سالفة. يقول لك أكو واحد، لا لا، خلي نعبر على السلك، لا خلي سؤالي لك هاي سالفة. يوم من الأيام بالأولمبياد وصلوا ينقلون الملاكمة، فكل ما يجي أبيض فرنسي يدخل على الحلبة يروح بالقاضية خسران. إلى أفد يوم طلعوا واحد أسود فرنسي، وأكو واحد دي يشرب بالبار يعني سكران، ودي باوة إلى أن لعب هذا الأسمر فرنسي الأفريقي فاز بالقاضية. هذا انطرت بطنه من الضحك، كه 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 كه. إيه فسألوه، قال 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 أولاد البلد ما فادوني، وهذا هذا اللي فادني، فادنا هذا المستورد. عموما يعني انا يعني رايي الشخصي وهو لا يمؤثر، انا ابغض قضيه التجنيس. خلينا نسولف قطر، الوداع الحزين، الوداع المبكر، اي اللي احزن يعني حتى المناوئين. وداع حزين بخمسه اهداف بدون الحاجه للمباراه الاخيره، اول بلد مستضيف يعني يطلع من الدور الاول بهذه الطريقه. قطر 1 السنغال 3. تفضل. المباراة يمكن انت الباحث كنا نسولف انا وياك، قلت لي كابتن شكل المباراة، وكثير من الاخوه يتصلوني، قلت لهم والله المباراة انا اشوفها تروح للسنغال، يعني صح. قطر ما راح توقف صح. امام السنغال. السنغال من شاهدناها ومباراتهم الاولى اللي خسروها ويا هولندا، يمكن قلنا ميندي، ادوارد ميندي، بسبب خطأين للحارس هولندا سجلت، راحت منعتهم من المباراة. اليوم بدون أخطاء لعبوا المباراة بدون أخطاء، والحارس اليوم كان عملاق. طبعا حتى الأكوادور أنت قلت فريق صعب، واليوم تعادل مع هولندا، يعني توقعاتي كانت مكانها. نعم قراءتك دقيقة جدا، احنا ليه جبناك بعد أنا أشكرك جدا حبيبي. فالمباراة بدايتها خلينا نشوف هاي تشكيلة الفريقين، يعني السنغال دا يلعبون 4-4-2 باثنين مهاجمين، يعني فريق داخل يريد المباراة. خلينا نشوف الفريق القطري، دي يلعبون بخمس مدافعين، هاي بالحالة الدفاعية، ثلاثة بالنص واثنين مهاجمين. انت على أرضك وعندك مباراة رايحة تلعب خمس مدافعين؟ خمس مدافعين، لأن يعرفون قوة الفريق السنغالي، أوكي؟ وكانوا ينتظرون الحالة اللي ممكن أنه توصلهم للتعادل. تبني الهجمات بالخمسة من الخلف. عموما هم أصلا تشكيل هذا هجومي خلف لو دفاع. لا انا هم دفاع عدد، هي هذا مو التشكيل الحقيقي. التشكيل الحقيقي الهيدوزي يحطونه على اليمين، والمعز مهاجم وحيد، واكرم عفيف على جهه اليسار، يعني هو اليوم مبالغ بالهجوم، يعني هذا مو التشكيل الصحيح. تم شلون يلعبوا مهاجم واحد اللي هو المعز، وعلى يمين الهيدوس، وعلى يساره منا اكرم عفيف. فهذا التشكيل مو هذا الحقيقي المرسوم بهذا الشكل. هذا بالفعل الفريق السنغالي هو هاي التشكيل اللي لعبوا به، فريق يلعب اثنين مهاجمين ويريد المباراة، لأنه أي تعادل تطلع من البطولة، فرايد ثلاث نقاط ويبني آمال على مباراة القادمة مع الإكوادور، والمباراة راح تكون واحدة من أجمل المباراة، نارية ونارية جدا. عموما إذا مرينا على حالات اللي
شاهدناها في هذه المباراة. نعم. الشوط الأول مع الأخوة اللي بالإخراج. نعم. يمكن بالدقيقة 33 اللي هي هاي الحالة. هذه أنا شفتها ضربة جزاء. يعني كنت أشاهد المباراة. هذه يعني ضربة جزاء تكاد تكون واضحة. المن الأكرم عفيفي الحكم مشاها. وراح نشوفها مع الأخ ضيف البرنامج. نعم. أبو أحمد. حكم أيام المونديال. أيام المونديال. فعموما راح نشاهد عدة فرص للفريقين في هذه في هذا الشوط. الفريق السنغالي قدر يوصل. شوف هذه ضربة الجزاء. هاي مجريات الشوط الأول. هذه مجريات الشوط الأول. يبقى الفريق السنغالي يمكن بالدقيقة 40 هنا الخطأ. وقف هناك كرة. أكو كرة الهدف الأول هي مشابهة لهاي. خورخي أبو علام اللي هو آخر لاعب. نعم. المفروض هو اللي يسمونه اللاعب القشاش اللي كل الكرات ينظفها من منطقة الوسط. على عموما خلينا نمشي هاي الحالة. هي هنا هاي الأولانية. الثانية اللي وراها اللي منعتها جول هنا. نرجع شوية خلي شوية نوقف هنا. لا خلينا نوقفها للحالة. نوقف الحالة حالة الهدف هذه. يعني كان بإمكان خورخي أبو علام يبعد الكرة بكل سهولة. هو خلينا نقول فلتها للكرة. الكرة وين راحت؟ والله راحت لحظات النهاية خلف يعني أجزاء من الثانية. اي بس يعني بس الكرة كانت سهلة مو صعبة. نعم. يعني الإبعاد سهل جدا. المهم هو سقط على الأرض أراد يبعد الكرة قدر الإمكان لكن المهاجم كان أسرع. ممكن خاف من قضية جزاء أثار ممكن يعني في لحظة لأنه هو ساقط على الأرض وقدمه يعني ذاك اللاعب لو أدنى تمثيل يمكن يأخذ منه ممكن لكن سقوطه بالبداية. لاعب ليبرو ما يسقط ما يوقف عليه القاع أبو علي أدري بس ما هو خلاص لا هذا قشاش. هذا اللي يغطي بهذا الجانب واللي يغطي بهذا الجانب هم يسمونه قشاش. القشاش شنو يعني أنت التكنس ايه. هذا خلاص انا قطع الكش على قولتك. فعموما شوف هذه واحده من الاخطاء اللي اجى منعتها الهدف الاول. هذا الهدف الاول وبعدين هذا الشوط انتهى بهذا الهدف. شوط الهدف وضربه جزاء يعني نترك اللوي ونسولف ويا الاخ لوي. فهذا الشوط الاول انتهى بهذا الشكل. هذه نمر على الحلقه. انت مسويين كليبين قطعتين انت وعلي؟ انا وعلي لان اكو كانت صوره هناك جماهير فرحه الجماهير. خلينا نشوف الشوط الثاني. هذا الهدف من اروع ما يمكن ولو ناخذه اكو لحظه. لا هذا قال اي. المهم خلينا نشوف الحالات. هنا الفريق القطري بهذا الشوط حقيقه حصل على كثير من الفرص كان بامكانه يسجل. وهذا هدف مونتاري اللي سجله. خلينا انقل تعليق قريته مع الاسف يعني شر اللي يعني احيانا المؤلم خليها لحالها خليها يعني قرات تعليق في يعني من احد الاصدقاء والله لو يوردني اسمه كان ذكرت اسمه كاتب هذا اغلى هدف بالعالم. انا عبالي يعني ده يتحدث عن حاله قال هذا الهدف ب 220 مليار اللي هم بس هالهدف لا بركه يتفوقون على يعني يسجلون على هولندا شيء. طبعا هذا الهدف الثاني شوف اكو خطوه سبق بها المدافع المهاجم اللي هو اجت بالدقيقه 47 فامده. هذا مجرد انه هذه طبعا هذه الفرص الحالات لا انا قلت هذا الهدف انت وعلا احمد ما مرت به لسبب بسيط لانه التهيت بذيك اللعبه مو كبيره ذيك اللعبه يعني انا 12 حاله زائدا هدفين 14 حاله انا ما طلعتها كلها مباراه يراد الحلقه الشوط الثاني يراد الحلقه والله صحيح والله شوط رائع والله حكيتك صحيح ابو علي. نعم. فعموما الفريق خليني أقول إذا بعد إذنك يعني على المؤسف على المقاطعة خليني أستثمر وجود سلام هاشم معنا على السكايب ونعود للمباراة ماشي. نعود إلى إيران ويلز والسنغال قطر إن شاء الله. مساء الخير أستاذ سلام. أهلا وسهلا مساء النور عليك وعلى أستاذنا الكبير أستاذ خلاص حبيبي سلام أبو سلام اليوم نريد نطول وياك شوية وآسفين على التأخير مضغوطة المباريات أربعة نعم. وأنا أعتذر يعني خاف الوقت يعني طبيعي مثلك المفروض نستثمره أكثر. خلي أرجع المباراة خليني أرجع المباراة إيران ويلز. نعم شلون شفتها؟ أي أستاذ حسين نعم
تسمعني؟ اسمعك بوضوح، تفضل استاذ. الله يحفظك، تحية طيبة لكم الحاضرين بالاستوديو والجمهوركم المتابع. الحقيقة اليوم مباراة إيران تفرح، أخيرا كرة القدم أحيانا ما تنصف، بس اليوم كرة القدم أنصفت إيران، والدليل أنه كنا المتابعين كنا متخوفين، أو يعني إذا كان محب وإذا متابع بعد النتيجة الكبيرة اللي خسرها منتخب إيران، فكان أكو هاجس من الخوف أنه لا تكون أيضا هذه المباراة خسارة. لكن من شاهد المباراة من أول ما شفنا التشكيلة وشفنا مهاجمين طارمي وسردار في الأمام، يدل على أنه الفريق الإيراني يلعب مهاجم ويفكر أن يعوض. ولهذا أيضا كان أكو سبب رئيسي، هو الشحن المعنوي اللي كان هو من تلقائية اللاعبين أم من خبرة المدرب والإدارة ما أعرف، لكن الشحن التلقائي اللي سلام، خليني أسمي عتب كبير كان من الجمهور والمتابعين، يعني ممكن يعني تمخض ليكون شحن، نسميه ما نسميه. المهم الدليل على أنه هذا الشحن بأعلى مراحله لما سردار تشنج، لا هو قبل يطلع ولا المدرب يريد يطلعه، بحيث يعرف استاذ خلف انه التشنج ما بعد التشنج واللعب ممكن تمزق. ان يصير تمزق بالعضل. صحيح. ولهذا شفنا الاندفاع في انه هو يرفض يأشر للمدرب انه ممكن يعني اقدر اكمل خليه اجرب، وايضا المدرب اكثر فتره خلى اللاعب البديل جاهز عسى انه سردار يقدر يكمل. صح. ولهذا من هذا توحي لك انه الفريق الايراني جاي يريد يفوز يعوض الخساره. الفارق الكبير اللي صار هو عندما حقيقه خدمته الظروف انه حاله الطرد، لانه كانت من متكافئه عدديه اللاعبين بين الفريقين، تحس الفرصه تصير بصعوبه، لكن بعد انه خرج اللاعب مطرود صارت فرصة في أنه الأطراف تشتغل، لأنه الزيادة العددية وفريق ما عنده غير الفوز، لهذا اندفع. أحيان كرة القدم بها توفيقات، نسبة توفيقات، وهي متعارف عليه، حتى في علم التدريب يقولون أنه إذا ما تبتلك حظ كذا 50% لا توصل لكرة القدم. فنسبة تسجيل الهدف الأول خلى الفريق الإيراني يعني عنده حالة استقرار واندفاع أكثر، بالوقت اللي الفريق الآخر ما عند الويلز ما عنده غير أن يهاجم. هذا الهجوم خلى أكو نقص عددي. من محاسن الصدف أنه الكرة المرتدة بالهدف الثاني جت لطارمي اللي هو يمتلك خبرة ورؤية، وغيره واحد ممكن يستعجل مثل ما قال أستاذ خلف، ما لعب للأماميين، ظل يمشي دربل بالكرة إلى أن إجا لاعب من الخلف، ما يعني خارج فكر المدافعين الموجودين. نعم. 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 ودفع له بطريقة يعني تدل على أنه هو لاعب خبير. ولهذا أنا يعني كنت مستمتع جدا في أنه أحس حقيقة هي قربت إلى النهاية، لكن من شفت وقت الطرد، ونعرف مثل ما نعرف انه في هذه كأس العالم انه الوقت ما يضيع عند الحكم. نعم. لهذا نعم. حسبت من وقت الطرد، قلت بعد 6 دقائق تقريبا، مو اقل للسبع الى 8 دقائق اضافيه، اذا قريبا من الربع ساعه، اذا ايران ممكن ان يحققون شيء، وفعلا نجحوا وكانوا يستحقون هذا الفوز، لانه كثير من الاحيان انت لازم تمزج ما بين او تجمع ما بين الاندفاع المعنوي والتكتيك الملزم به من قبل المدرب انه تنفذ. سلام، اريد ارجع لك يعني قبل ما اروح على المباراه الاخرى، بس اشوف وجهه نظرك في ما يمكن ان يفعل المنتخب الايراني امام نظيره الامريكي. انا هسه قبل قليل كنت اشاهد مباراه امريكا، يعني على فكره يعني لا احد يصدق. صدق سلام، مش قد احنا بالاستراتيجي لا يزال التعادل قائم. لا زال التعادل قائم. النتيجة هاي تخدم إيران. يعني شفت الشوط الأول بتركيز عالي، لأنه بعدني شفت ماكو اتصال بيني وبينكم، فركزت عليه. على فكرة الفريق الأمريكي فاجأ، يعني تفاجأت به
بكرة قدم أحرج الإنجليز فقط العشر دقائق الأولى. الإنجليز كانوا هم ماخذين الحيازة على الكرة مسيدين، بعد العشر دقائق انقلبت المباراة تماما. الفريق الأمريكي فريق يعني لا يستهان به، فريق كرة قدم يعني جائز احنا لأنه التاريخ ما يذكر الأمريكان في كرة القدم، لكن اليوم إذا تعيد شريط المباراة وتشوف الأداء اللي أدوه أمام الإنجليز يعني وهم لابسين كل أزرق، اليوم تتوقع أنه بالعكس الإنجليز هم لابسين أزرق والأمريكان لابسين الأبيض. أدوا مباراة بها ضغط عالي، بها حيازة، بها استحواذ. حتى الإنجليز معروفين عنهم بالالتحامات البدنية، الفريق الأمريكي كان هو الأفضل خلال الشوط الأول. أعود لك لاحقا. خلاص السنغال قطر، حتى أسمع وجهة نظرك ويعني وأسمع تعقيب من سلام ما دام ويانا. يعني هسه قطر في حكم المنتهي، المجموعة هذه السنغال الأكوادور راح تكون أقوى مباريات المجموعة، وصفتها أقوى. أقوى يعني أنا مع السنغال. يعني أنت مع السنغال، وأنا أعطيتك رأي، قلت لك الفريق الإكوادوري من الناحية الفنية المهارية ومن الناحية التكتيكية وحتى من الناحية البدنية، وإن كان السنغال تعرف طوال القامة وقوية، لكن العقل لاعب أبو أمريكا الجنوبية يختلف عن عقل اللاعب الأفريقي. ما ممكن اثنينهم يرحون مثلا قطر تتفوق على هولندا. هذه يمكن هذه واحدة من أجمل مفاجآت البطولة، ممكن نصير سبحان الله. سلام أعود لك في عجالة، يعني أريد أسمع منك فقط السنغال الأكوادور، من سيمضي مع هولندا؟ أنا من وجهة نظري السنغال لأسباب كثيرة. السنغال عنده أدوات تشتغل بشكل عالي. هذه كأس العالم بها يعني هواي بين الفوارق البدنية لها دور كبير. الفريق السنغالي فريق وضعه أفضل، هذا الفوز أعطى شحن معنوي، أيضا هو بأفضل حالاته يمتلك قائد لأنه هذا المركز مركزي، يعني يمتلك كوليبالي كان لاعب مثل ما قال قبل شوية على شوف وسط لاعب قطر أنه ما يصير يوقع وما يخطأ، هذا على العكس تماما، كان هو يقود الفريق السنغالي وينبه ويلعب الكرة البسيطة اللي بالمناطق الخطرة ما يأثر. سلام فهذا اللاعب إلى دور. سلام أنت أيضا لعبت بالمونديال، وأنت أيضا مونديال يعني للشباب وكنت قشاش، يعني ما طحت لك مرة تشاهد القشاش ما يطيح شلون اريد. لا ها على فكره استاذ خلف خبير بهذا المجال، بس لانه مركز يشوف عن انا وياك مع السنغال. سلام انا وياك مع السنغال، هو مع الاكوادور، خاف باكر شيء هذه حتى لا ينكرني. لا السنغال افضل بكل شيء. نعم. المسكين بهذا الترتيب هو الفريق القطري. ليش؟ لأنه راح أيضا يعني إحنا اتفقنا سان السنغال مرشحهم، بس الفريق القطري راح يكون الضحية لسبب لأنه الهولنديين أيضا يحتاجون بنتيجة المباراة. عموما ولهذا راح يجون بكامل بكامل نجومهم. أنا أشكرك جدا وأعتذر لضيق الوقت لأن عندي عودة على الجانب التحكيمي أبدا. وإن شاء الله تكون ضيف دائم ويانا خلال أيام المونديال. شكرا لك الدولي السابق المحلي الكروي. شكرا جزيلا. سلام هاشم. شكرا. إذن خويا هسه خاف باكر عقبه. انا والله انا قلت لك وحده من تدري اقول لك شيء واحد لنفرض هم تعادلوا، ما انت انا من قلت لك اسمعني من قلت لك الاكوادور تروح. انت تحب كره امريكا؟ لا مو بس هاي، انت قراءه مو هي قراءه. الاكوادور ايش قنعتها؟ الاكوادور عندها اربعه. نعم اربعه تعادل وفوز. السنغال ايش عندها؟ عندها ثلاثه. لازم تفوز يعني مو عندها حليا بس الفوز، ذلك عندهم حالة التعادل وحالة الفوز. هذا اللي أقول لك إياه. يعني. ولكن منتخب السنغالي على ما قدمه أمام هولندا. أنت تقول راح يفوز. يعني هاي وجهة نظري. أنا أقول الإكوادور تترشح سواء بالتعادل أو بسوا أو تفوز أو بسوا أو بسوا. يعني عندنا صدنا بعض الحالات التحكيمية، يعني أتمنى أن يكون حكمنا الدولي لواي أحمد جاهز ويانا حتى نسولف على ثلاث أربع حالات تحكيمية إذا موجود إن شاء الله معانا. عموما يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ لؤي.
النتيجة 1-1. السنغال الو الو اجى 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 الو استاذ استاذ لويد تسمعني؟ سلام. نعم استاذ، السلام عليكم. مساء الورد من ايام المونديال. مساء الفل والورد والياسمين عليك وعلى ضيفك حبيب. خلاص حبيبي استاذ لويد، عندنا ثلاث الى اربع حالات سجلناها انا والكابتن. الابرز طرد الحارس الويلزي امام ايران، شلون يشوفه لويد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك تحية لكل المشاهدين والمتابعين. طبعا الحارس استخدم القوة المفرطة وطلع، يعني كان خروجه لقطع الكرة باستخدام يعني الساق الممتدة مما يشكل خطورة على اللاعب، وكان قرار الطرد في محله واتفق وياه، وكذلك حكام الفار اتفقوا وياه بالقرار. لؤي بس يعني في عجاله، يعني ليش انطرد؟ لانه انا ما اشوف اللاعب الاخير، حتى لو لم يكن الاخير، هذا الدخول القوي يستحق الطرد، يعني لو لم يكن هو اخر لاعب. استاذ الطرد كان لاستخدام القوه المفرطه، يعني اذا الانذار كان قرار خاطئ، الانذار في بدايه الحاله. لا هو كان يعني القرار الطرد هو الصحيح، لانه استخدام القوه المفرطه نعم ضد المنافس يؤدي الى يعني اصابته. لا اخ لوي، الحكم بالبدايه ما اتخذ القرار بالكارت الاحمر، نعم هو اعطاه كارت اصفر، ومن ثم ذهب وين؟ ذهب للفار، شاف الحاله عن طريق الفار بناء على طلب ايراني، بناء على طلب الفار. زين قال له لا نعم. روح شوف الحاله مره ثانيه، فمن اجى شاف الحاله الثانيه رأسا مباشرة اجى الطاي كارت الاحمر، شاف الشغلة تايكواندو. نعم هو كان كان الاستدعاء من حكم الفار كان في محله، لانه الحالة كانت ما مواجهة لحكم الساحة، كان ممكن انه ياخذ اليسار اكثر في سبيل يحسن من تمركزه، ولهذا كان القرار مستعجل، بعد الرجوع للفار اعطى القرار الصحيح. ولهذا الحارس داروسه وطلع وما سولف ولا اعترض ولا هاي. اكو ضربة جزاء يسولف عليها خلف لقطر، شو تقول انت؟ طبعا ادت اعاقة اللاعب من خلال دفع المدافع للمهاجم قطر، وكان يستحق الكارت او كان يستحق الكارت الاصفر لمنع فرصة وكذلك ركلة جزاء. انا اتفق ويا كابتن خلف، يعني لان الحاله كانت يعني ركله جزاء غير محتسبه لصالح قطر. والله ابو احمد، ابو احمد انا اول ما شفته كنا قاعدين انا والكابتن ابو علي، قلت له هذه ضربه جزاء، هي جت بالدقيقه 33. وتعرف ذول البلد المنظم والحكم كان اسباني، قلت ما معقوله يعني هذه مبينه، هي يمكن قد تكون تغير نتيجه مباراه، لانه بدل ما يسجل في مرماك انت راح تبدي بالتسجيل، ومثل ما انت تفضلت كارت اصفر للمدافع، وبالنتيجة أنا أقول غيرت الكثير من شكل المباراة. بالضبط، الفريق اللي يحصل على جزاء فيش أوقات ممكن أنه تكون ركلة جزاء في صالح باقي المباراة. أستاذ لؤي، التحكيم لحد الآن أشوفه جيد، لم يظلم أحدا غير البلد المنظم. نعم أستاذ أبو علي، أولا الحكام دول على مدار 4 سنوات كانوا يتمرنون سوية، وكانوا يدخلون دورات تثقيفية من خلال الفار ومن خلال التكنولوجيا الجديدة، فأصبحوا على تفاهم تام، بالإضافة إلى مساعدتهم من قبل الفار اللي كان هو يعني العامل المساعد الأساسي للحكام. أكو هدفين، ولو أنا جاي هواية ألح عليك بمتابعة المباريات لؤي، أكو هدفين حاضرين ملغيان، عفوا أشكرك. نعم. أشكر تعاونك لإيران وللأكوادور، ألغي بداع التسلل، كيف يرى حكمنا الدولي لؤي صبحي ذلك؟ نعم استاذ، كان قرار المساعد في محله، بعد يعني بعد تاكيد القرار من الفار اعطاه مسج انه القرار صحيح، وكان التسللات اثنيناتهم في محلها. يعني استاذ لؤي، كنت معنا حكما رائعا دائما، وتقطع الجدل اللي يدور بيني وبين خلف قبل الاستوديو وداخل الاستوديو، وانا طبعا بالنسبه لي وياك يعني انت رايت الحق،
بالنسبة لي يعني بالقضية التحكيمية. عيني أبو أحمد إحنا كل إحنا وياك. أشكرك أشكرك جدا وأشكر انضمامك وإن شاء الله ألتقيك باشر. شكرا جزيلا أستاذ لؤي. أعود لك خلاص. يلا. يعني هاي الحالات أنت دائما تأشر التحكيمية ونسولف بها ويعني قدر نكون عامل مساعد للحكم الضيف. إيه وإحنا نسولف بيناتنا بحدنا عوي البيت. بس مو مطلع حاجة قدام الناس. مو قدام الناس نسولف بها براحتنا بس لؤي يعني عنده دقة ومتابع جيد. متابع حتى يعني دا يضيف يعني مو فقط لما يجري في ساحات المونديال وإنما يضيف لنا الكثير من المعلومات. ننتقل إلى مباراة هولندا الأكوادور. أي هاي اللي كان العالم يتوقعون إنه هولندا راح تفوز على الأكوادور. أي والله أنا يعني البارحان. يعني أنت تفاجئت من قلت لك باكر الأكوادور ما تخسر. أي تفاجئت. أي صحيح. أي. ولهذا أنا أبني على الفريق الأكوادوري. يعني اليوم الأكوادور. الأكوادور تعادلوا يعني. أي عافية تعادلوا يعني بمباراة الودية. أي خوش. بس تدري إيش قال مدربه؟ قال يا ريتني ما لعبت ويا العراق. ليش؟ لانه كنا خشنين ضدهم لانه هو ذي عد فريق الكاس العالم. هو هم حتما ما اجوا يعني بالصف الاول يجوا. إيه لا كثير من اللاعبين كانوا لانه كان الدوري الاوروبي شغال. فكثير من اللاعبين ما اجوا لكن يبقى اللاعب فالنسيا. إينير. ايه فالنسيا. اللي انت اكدت اليوم بتقدم صار 3 أهداف. اليوم هو هداف البطولة. لحد اللحظة. لحد لانه البقية على 2-2 يعني حوالي 5 أو 6 هدفين الا إينير فالنسيا. وانا قلت لك هذا اللي لعب بولتون وستون فيلا قلت لك هذا راح يكون من هدافين البطولة. نعم. يقول لا. نعم. فاليوم هم ايضا سجل هدف التعادل. سجلت لنا بعض الحالات يمكن نشوفها من هذه المباراة. خلينا نشوف بالشوط الاول. يعني يمكن هولندا بدت سجلت بالوقت المبكر يعني بال5 دقائق الاولى. إيه؟ سجل جاكبو. نعم. الهدف الاول يعني والمتابعين والمحبين الطواحين يمكن تخيل انه المباراه راح تروح مثلي يعني قال هاي اللي يمكن اليوم الجماعه محتاجين فوز ولازم يحسمون الموضوع لا هو شوف الفريق الهولندي شيء زين البي مع وصوله في اقل عدد من المرات واحيانا ما تكون فرص حقيقيه انصاف الفرص هو يسجل يعني اذا رحنا لمباراه السنغال سرقه واحده من الحارس. نعم. الكره الرئيسيه. نعم. هو نفسه جاكبو اللي سجل اليوم. نعم. فمن يروحون باقل عدد من مرات يسجلون وهذه اول هذه الفرصه الاولى ايضا هو ذا جاكوب قول اللي سجل في مرمى السنغال هو اللي سجل الهدف لكن شوف الفريق الاكوادوري ظل يعني محتفظ بكل شيء وما يخاف من اي شيء يعني ظل يضغط على الفريق الهولندي كأنه تحس تقول لا الإكوادور هم هولندي بالإداء فريق خاسر يعني لا بس أبو علي هذا مو شكل فريق خاسر هذا فريق يلعب كرة قدم ينتقل كرة قدم من أروع ما يمكن نعم بس بغض النظر عن اسمك لا نعم يعني شوف هسه هذه الحالات اللي أخذناها بالشوط الأول نعم دليل لك أنه الفريق اللي دا يهجم مو الفريق الهولندي يعني كثرة الهجمات من أي فريق من الفريق اللابس الغامق اللي هم الإكوادور شوف هاي كل هاي الهجمات للفريق الإكوادوري بالشوط الأول نعم خلف أنا أسألك سؤال بغض النظر عن الإكوادور إيه هذا الإكوادور طبعا إحنا سولفنا قلنا رابع أمريكا اللاتينية صحيح. يعني قبله بس دريت حية إيه صحيح البرازيل الأرجنتين الأوروغواي إيه. هذا هولندا شكل هولندا اللي بذهنك لا شكل لا هولندا في لا كل المونديال اكون صريح يعني حتى اذا صعد هذا المنتخب الهولندي ممكن يذهب بعيد لا انا اقول لا يذهب بعيد ولا يميزنون انا اقول الفريق يعني ممكن ان يودع بدور ربع النهائي تعتمد على المن راح يلاقي يعني اذا ايران ثاني يمكن يروح لايران ما ادري هو ايران ولا لا لا المجموعه اي وبي إيه. هذه المجموعة تتقاطع مع هذه مجموعة قطر إيه. أي إيه. تتقاطع مع مجموعة إيران بي إذا يعني إيران والمجموعة الإنجلو أمريكية والله راح أقول يعني الثاني إذا هذا أول إيه. إذا هذا أول يعني أنا أشوف إذا إيران ثاني فإيران تأخذ هولندا أحسن لها مما تأخذ السنغال لو الأكوادور أنا برأيي وأنا وافقك الرأي راح أمزين مو إيه. اكو مساله مهمه جدا إيه. بالدور بالاقصائيات بالبلاي اوف المباراه راح تستمر 120 دقيقه
عدا الوقت بدل الضايع، ومن ثم تروح ضربات الجزاء. هذه النقطة مهمة جدا. نعم. يعني بعد ماكو حالة تعادل، مباراة يجب أن تنتهي بنتيجة. نعم. وبالحديث عن إيران، خلينا نشوف أهداف المباراة المجنونة في فاصل قصير. يلا خلينا نتوقف إذا جاهزين، لأن هي متعتها. فهذا يمكن هذا هنا راح نشاهد. يلا ننتقل خلينا نشوف الأهداف، خلينا نتمتع ونعيش الفرحة. بعد أهداف المباراة المجنونة ننتقل إلى فقرة خبر وتعليق التي أعدها اليوم الزميل العلاوي أحمد. ابتداء نسجل أولا حضورا فاعلا ومؤثرا لعدد من اللاعبين الذين أفضى أدائهم بمراكز مختلفة لتفوق منتخباتهم، حيث صدر ترتيب لأفضل 15 لاعبا في دوري المجموعات، يتقدمه المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الذي سجل هدفين بمرمى صربيا، يليه الفرنسي الآخر أوليفي جيرو الذي سجل هدفين أيضا في بمرمى المنتخب الاسترالي، وتمكن بذلك من وصول لقب هداف المنتخب الفرنسي بتسجيل 51 هدفا للديوك، متعادلا بهذا مع المخضرم القديم تيري أوري. وحل ثالثا في قائمة الأفضل الإنجليزي بوكايو ساكا، ودخل القائمة لاعبون عرب كالحارس السعودي، نعم سنعلق لاحقا، كالحارس السعودي محمد العويس، والمدافع المغربي علي البليهي، ولاعب الوسط سفيان مرابط، والمهاجم المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى حارس المرمى التونسي أيمن دحمان في المرتبة 11 من ال 15 لاعب. خلف نعم لاعبون عرب دخلوا ضمن أفضل 15 لاعبا في الدور الأول، هل سيكون حظوة للمنتخبات العربية؟ طبعا تستعجل إجابة، أنا أقول هذا استحقاق للدور الأول، خاف من الأدوار الثانية غير شكل. لا إحنا نتمنى أنه يستمرون، هذا العطاء يستمر، نتمنى. يمكن أنت تكلمت على موضوع جدا مهم، اليوم اللي شرفونا بالقارة الآسيوية اليابان إيران السعودية، السعودية إيران عفوا اليابان ثم إيران بعد الانتكاسة، وحتى خلينا نكون منصفين، وحتى كوريا الجنوبية ما خسرت بس ما قدمت، لكن اليوم مثل يمكن أكو معلومة نحب نصلحها للإخوان، أي. يوكاتي ساكي مو اللاعب الإنجليزي، اللاعب الياباني. أنا وأنت تقرأ أريد أصلح لك. رحت على اللاعب يمكن لاعب إنجليزي هذا الأسمر. على كل حال عموما خليني أتابع في متابعة ثانية إن شاء الله. نعم. وفي متابعة ثانية وصفت المجموعة الثانية للمنتخبات المشاركة بهذا المونديال بالساخنة نظرا لاجتماع حزمة أنجلو أمريكية مع منتخب إيران منفردا بينها، وما للمواقف السياسية من فيض واسع بين الطرفين، ومع استمرار محاولة التأثير الإعلامي والضغوط التي يواجهها المنتخب الإيراني، رفض مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش الرد على سؤال يتعلق بالشأن الإيراني الداخلي، مستغربا عدم طرح أسئلة تتعلق بالأوضاع في أفغانستان على المنتخب الإنجليزي مثلا. لنتابع معا هذا المقطع ورد كارلوس كيروش. خلى علق، انا اريد علق بخدمتك، اريد اسولف. انا ليش جايبك؟ عمري ما شفت تفاهه لصحفي مثل هاي الصحفي، وعمري ما شفت واحد شريف يدرب منتخب مو بلاده. هذا رجل برتغالي كيروش كان في اجابته راقي جدا، يقولها انت اذا تريدين تسالين روحي اسالي عن ساوث جيت البريطاني، سالي عن امور تخص بلاده في من انسحابه من أفغانستان أو تدخله في دول أخرى. هي تلح تقول لي تريد تسأل عن اللاعب الإيراني. أنا يعني أريد أمر على هذا الموضوع أيضا. يعني استهداف أكيد كيروش والمنتخب الإيراني دون سواه، ذكرني بطيب الذكر عادل إمام مسرحية الواد سيد الشغال، يقولها نابليون عاف الجيوش وعاف الحروب وقعد يمضي على اطباق. يعني هسه هم عافوا المونديال كله واستهدفوا فقط كيروش، وفي كل مره لماذا هذا الضغط على حريات الانسان في ايران؟ ليش مثلا اللاعبين الايرانيين؟ هذا مو كره قدم، تفاهه، هذه مو كره. انا دائما اتهم باني اقحم السياسه بالرياضه، لست أنا. هذا اللي يجري. يعني هذا السؤال لو أنا سائله، أنا حسين علي حسين كصحفي لو سائله لأي مدرب في العالم ما قالوا هو هذا عندنا ببغداد نفس الحالات ونفس هذه؟ لماذا نتقبل من الآخر ما لا نتقبله من حق
في بلداننا. لا انا ردت اسال هذا السؤال. نعم. نفسه هو كيروش لو كان مدربا لاحدى المنتخبات المشاركه في كاس العالم. نعم. هاي الصحفيه تروح تساله هذا السؤال؟ هذا سؤال له. لا 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 لا، لانه هو المقصود منه؟ المقصود المنتخب الايراني، المنتخب الايراني، او بالاحرى المقصود الدوله الايرانيه يا اخي. خلينا نقولها حتى المقصود قطر. شفت ايش قد دقوا على قطر؟ قطر قطر بس قطر اليوم قطر. بس اليوم اكو لوح، اكو صوره كنا نتمنى نشوفها. والله اتمنى، والله يعني انا يعني تحيه الى امير قطر، يعني اليوم الرجل انا لا احيي احد. ايه؟ لكن شفت يعني هذا الامير الشاب. ايه؟ في موقف يعني يستحق الإشادة، لأنه اليوم بكل جوارحه وقف على المنصة، وقف مع الهدف الأول. أنا أقول بق مع الهدف. أي. ومع الناس اللي موجودة بالملعب، الجماهير الإيرانية بالنتيجة. بلد جار وبلد آسيوي، الحمد لله رب العالمين. وموقف يعني يشاد لهذا الرجل. نتيجة أمريكا أخوان الآن العم سام والعم توم لحد الآن يمكن انتهت المباراة 0-0، وهي أفضل نتيجة. قال محللنا الكروي خلف حسن كريم أفضل نتيجة تخدم الفريق الإيراني، المنتخب الإيراني. راح أعود لك بعدين على قراءة سريعة، خليني أروح إلى مباريات الغد. أوكي متوكل. أوكي. المجموعة سي، تونس استراليا. أي. تونس تعادل، استراليا خسارة. أوكي. شو تشوف؟ المباراة قد تروح للتعادل إذا ما فازت تونس. يعني أنت مع المنتخب التونسي؟ أنا كلنا مع المنتخب التونسي، المنتخب العربي نتمنى له أن يحقق شيء. أي. فرنسا الدنمارك، فرنسا مستوى وفوز، الدنمارك تعادل وتحفظ على الأداء. الدنمارك بالهم بعد ويل مثليين. ها وكل واحد يفكر بالمثليين راح يقصد. اقول لك هاي الشغله مال المثليين انا ما احب اسمعني لا لا انا اريد اسولف شيء اقول اسميهم خلينا نسميهم الشواذ لانه المثل يعني وكانك تمنحهم لطفوها. ايه؟ الغرب لطفها. ايه؟ هو قبل 90 ونحن ضد التلطيفات الهابطه. المهم. ايه؟ اوكي. اليوم يفكرون بالانسحاب هم والبريطانيين. ايه؟ كذب ما ينسحبون. ما ينسحبون. فرنسا راح تفوز على الدنمارك. اوكي. المجموعة الدي. ايه؟ اربعة. ايه؟ بولندا المتعادلة مع المكسيك تواجه السعودية المنتشية بفوز كبير. وقلبنا مع السعودية. قلوبنا مع مشاعرنا مع السعودية. مع المنتخب السعودي. والفريق السعودي يستحق ان يمضي. حتى لو حقق التعادل ان شاء الله راح يمضي الى الدور الثاني. ممتاز. المباراة الاخرى الارجنتين. يعني المنتخب يعني الاسم يكفي، المنكسر يواجه المكسيك المتعادل الباحث عن طموحات. المكسيك يأتي خفيفا ثم يتصاعد. هاي المباراة راح تنتهي بالتعادل. ممكن جدا. عندنا مباراة انجلترا وامريكا انتهت بأفضل نتيجة. ارجع لك في عجالة لانه مطالب ان اختم. الاحتمالات بسرعة. هذه النتيجة أنا قلت لك تخدم الفريق الإيراني. نعم. ليش؟ لأنه اليوم لو إنجلترا فايزة وصارت 6 نقاط تروح تطلع بالويلز. الويلز ممكن تطيها المباراة تلعب، يقول لك أنا ألعب فريق احتياط. أي. ويلز عندها تعادل. أي. فوز سرعتها 4. نعم. إيران إذا تعادلت مع الولايات المتحدة الأمريكية 4 فارق الأهداف يصب في مصلحة ويلز. فارق الأهداف أولا فارق قبل المواجهة المباشرة. قبل المواجهات. نعم. وبالنتيجة في أوروبا بالعكس. هاي في حالة فوز إنجلترا اليوم. نعم. الآن لو في حالة فوز أمريكا. أي. على إنجلترا أيضا النتيجة مصب في مصلحة الفريق الإيراني. لأنه يصيرون عندهم 4 نقاط يلعبون للتعادل، ممكن يأخذون التعادل الأمريكان وتروح إنجلترا وتروح أمريكا. شنو خيارات إيران في المباراة؟ خيارات إيران أمامها أن تفوز على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تعادلوا صاروا. إذا تعادلوا تعتمد أنه الإنجليز هو هاي. ليش قلنا أفضل نتيجة؟ الإنجليز راح يلعبون المباراة، ما راح يعطون المباراة لفريق ويلز. إذا التعادل الآن أصبح من جانب إيران. بكل لأن تأكيد. أمريكا سشعتهم. أمريكا شعتها عدا تعادل بس نقطة واحدة. تعادلين يعني ما تعادل يعني ما يخدمها غير الفوز. اثنين يعني هي راح تلعب للفوز. اي بس ايران راح تدخل باسترخاء اكثر. لا انا شو اقول بالنسبه للفريق الايراني؟ اريد اختم. اختم ما يخالف. اعطيني بس دقيقه. الفريق الايراني هذا الفوز خلينا نسوه اليوم بالتأكيد. تاريخ انكتب. اوكي. كل الشعب الايراني طلع محتفل بهذه النتيجه. نعم. اليوم خلينا نرجع شلون دخلنا المباراة اليوم
في ليس لنا ونها. غير الفوز. أنا أقول خلي يطلعون الأخوة بالتلفزيون يطلعون هدف مهدي مهدي فيكي ويذكرون الفريق الإيراني اللي فاز على أمريكا بتلك اللحظات. علاو أحمد ومازن من هسه أبلغهم إن شاء الله. قلهم أحبتي الأكارم إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اليوم من أيام المونديال عبر فضائية الأيام. كونوا معي غدا أنا حسين علي حسين، الزميلان المعدان الرائعان علاو أحمد ومازن السريع والمحلل الكروي الرائع والمؤرشف الأستاذ خلف حسن كريم. ألتقيكم غدا بإذن الله. حياك الله.